الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني وشنو قال انس واصاله وابو فله. فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات، وبهذا الستوري اعلن من خلاله انه ابو فله وانس واصاله هم افضل يوتيوبر بعام 2020. فواحد من المتابعين ساله من افضل يوتيوبر بعام 2020، فرد عليه محمد جواني بصوره ابو فله وانس واصاله وكاتب وطبعا بالتوفيق للكل، بس هذول كان عندهم اصرار كثير ووصلوا للطريقه الصح. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم كلام محمد جواني وهل تتفقون وياه او لا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي بيسان تيكت. فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي بهذه الصورة وبتحمس بيه المتابعين للمقطع اللي راح تنزل اليوم، راح يكون ثاني مقطع على قناتها. طبعا بالنسبة للأشخاص اللي ما يعرفون، فبيسان فتحت قناة جديدة وحتنزل بها مقاطع، أما بالنسبة للمقطع شو وقت راح ينزل فحيكون على الساعة 5. بالنسبة لليوتيوبر الثاني هو محمد جواني، فجواني نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يعلم من خلاله إنه باقي بس 9 أيام على أغنيته الجديدة، فكاتب اللي جاي أحلى وأقوى وما ضغير 9 أيام كيف الحماس. اكتبوا لي يا حبايب كومنتات جيم متحمسين لاغنية جواني الجديدة. الخبر الثالث اللي عدنا عن شنو صار ويا اصالة بعد ما ولدت، فانس نزل على حسابه بالانستغرام شوية ستوريات واللي كان يوضح بيها شنو اللي صار بعد الولادة. بالبداية طمن بيها المتابعين على انه الطفل الجديد الحمد لله بصحة وسلامة، حتى بالنسبة لاصالة هي بصحة وسلامة، اما بالنسبة للسبب فليش هم قاطعين بيه عن اليوتيوب ونوعا ما السوشيال ميديا، فقال انه حابين ياخذون وقت ويا العائلة يعني بدون عن السوشيال ميديا، ولكن اعلن انه كل اللي صار هو صوره من سواء الولادة وغيرها، وراح ينزلها مقاطع بالايام القادمة، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. كنوا بخير كثير ممكن عم تسألوا، الحمد يا جماعة البيبي بخير، أصالة بخير، الخلقة كاملة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء الحمد لله منيح. وبالنسبة ليش لهلا ما نزلنا الفيديو، بس كنا حابين ناخذ كم يوم للعيلة نكون قريبين على بعض، نعيش اللحظة شوي، وبعدين بإذن صورنا لكم كل شيء، ولكن بهالوقت الحالي حابين نكون حوالين بعض، نكون العيلة قريبة لبعضها وما نهتم بإديتينج وتصوير وتنزيل وإلى آخره، فنكون حوالين بعض. فهذا هو سبب التأخير، ولكن إن شاء الله حتشوفوا الفيديو وإن شاء الله كله حيكون تمام. بس كنت حابب اشكركم على دعاويكم، والله حسيناها لحظه بعد لحظه، وكمان طبعا كلامكم الحلو والضجه اللي عملتوها، فكل الحب وان شاء الله نراكم على الف 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 خير. الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة نورمار، ورد نورمار عليهم. فنورمار نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست واللي كان بيه تيك توك ويا عايدة، وهو المتابعين اللي شافوا التيك توك اكتشفوا انه هو مسروق، يعني نورمار سارق الفكرة مالته من واحد اجنبي، وكتبوا له هوايش بالكومنتات. نورمار نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه انه هواي من الاشخاص دي يكتبوا لي انه انا سارق الفكرة، يب انا سارقها من شخص اجنبي انه حاب يجربها ولكن الفكرة اساسا ما عجبته. راح احط لكم هذا الستوري على متفهمون اكثر. تعليقات على فيديو التيك توك فرطون ضحك، ناس هتكتب لي مو محتواك، بعرف مو محتوي وهذا المحتوى بالذات سخيف جدا وانا ما كنت حابب اسويه، بس هذا الفيديو بالذات حبيته عند واحد اجنبي فحبيت انه اجربه. غير قاعد بيكتبوا لي بتقلد يا جماعه، بحياتي ما قلدت فان ذاتي، ما قلدت ناس بس والله وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لسه حطوا لايك واشتركوا بالقناه، شاركوا فيزي مقطع من القصص، وبس مع السلامه.